الله مولانا وكافل أمرنا في هذه الدنيا وبعد فنائي، بشرى لنا إنا وجدنا مؤنسا ربا رحيما كاشف الغماء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم انفخ روح بركة في كلام هذا، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. أعزائي المشاهدون الكرام، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، ذي الحلقة الماضية نسيور تحدثنا خل مجيء المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، خل ظهور إمام المهدي وعيسى المسيح عليه السلام في آخر الزمان، كذلك نسيور اختشابه بين الأمتين، أمة موسى عليه السلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله ننتهي الحلقات خل مجيء عيسى ابن مريم، ذي الحاجة إلى المصلح، إلى المجدد أو المجددين، كذي الحلقة المقبلة ذبذيغ البداية السورغ نغذي الأذبذيغ، كذلك ممكن ذي الحلقة ثانية اليوم أذب ذي غات سيورة خل وفاة المسيح، خل نبوة، خل دجال، يأجوج ومأجوج، علامات الساعة، كل هذه الأشياء، ذي الناس خل منسوخ والمنسوخ، كل هذه الأشياء المواضيع السيورة خاص في المستقبل. ذي الحلقة الماضية سيورة خل مقارنة بين الأمتين، أمة موسى عليه السلام ذي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سيورة خل آية إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. موسى جيجا ذي البداية، كان في البداية الأمة السلسلة، محمد صلى الله عليه وسلم كذلك يأسس الله ذي البداية من الأمة إلى يوم القيامة. محمد صلى الله عليه وسلم يبعث الله عز وجل بالشريعة، وهو آخر النبي، آخر النبي الشريعة، لا قرآن ولا لا كتاب، لا قرآن بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولا إسلام الدين جديد بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وهو آخر الأنبياء ديوسين بالشريعة. موسى عليه السلام كذلك انتهت الشريعة، ولكن كمال الدين جاء محمد صلى الله عليه وسلم تيديوس استكمل الدين. كسغد الآية إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، بأن ذي تشابه بين محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام. بعد قريغت الآية ذي سورة النور، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. سيور غدانتا الخلفاء بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ذين المقارنة تشابه بين الخلفاء، خلفاء ذي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ذي أمة موسى عليه السلام.
آخر خليفة، آخر الخليفة لموسى عليه السلام، فهو مسيح عيسى ابن مريم عليه السلام. كذلك آخر الخليفة أذير يكون لمحمد صلى الله عليه وسلم، أذي تشابه آخر خليفة موسى عليه السلام كما استخلف الذين من قبلهم، يعني كما يعني نفس الشيء، يعني ذانتا كما حتى في الزمان. المقارنة مش فقط في الصفة نغذي ذي الشخص، ولكن أيضا ذي الزمان. كذلك عيسى يسد ألف يسد 13 قرن بعد موسى عليه السلام، كذلك مسيح موعود إمام المهدي عليه السلام أدياس 13 قرن بعد محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك آخر خليفة محمد صلى الله عليه وسلم أذي تشابه آخر خليفة أن موسى عليه السلام بأن آخر خليفة يكون مسيحا مثل للأمة المحمدية، كما جيجا كان عيسى مسيحا ومهديا للسلسلة المساوية للأمة المساوية. كذلك غريغت زي القرآن الكريم الآية، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذين من قبل أن تأتينا ومن يأتنا، قال عنا ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، يعني ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. خم عليكم ذانتا تنتبهوا أتخمم منين الله عز وجل ذي الآية ين يا يعني يا اليهود يا بني إسرائيل ين ثانتا زي فم بأن بعد موسى عليه السلام يستخلفهم الله وينظر كيف أتير المعاملة بعبادة الله بعبادة عمل اليهود أو بني إسرائيل أكل بينهم الشعوب أخرى. نفس الشيء الله عز وجل دي الآن هذا وانت زيتك يعني الكمال كريم عجائب القرآن الكريم بأن الآية تفسر الآية أخرى، نغ آيات تفسر آيات أخرى. كذلك نفس جملة استعمل الله لليهود بأن هناك مقارنة بين الأمتين، استعمل الله نفس الجملة الأمة المحمدية، إن الله لقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ما جعلناك خلائف في الأرض من بعدهم لننظر. أولين الله لقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات ويؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم يعني كم سرمن كني مسلمون جعلناكم خلائف في الأرض، يعني الورثة ان الأمم السابقة من ويجي وارث الورثة ان من يعدن هم المسلمون آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم استخلفهم الله ذي الأرض يارثا خلائف في الأرض من بعدهم لننظر. شوف نفس الجملة استعمل الله لليهود استعملت الله ذنيتا للمسلمين لننظر كيف تعملون.
نفس الجملة يستعملها الله لليهود، يعني يمسر من أو نكشغ المسلمون أو نكشغ الخلافة، وأنظر كيف أتير يمكن العمال ون الأعمال ون تعامل ون أسلوبكم كنيو ما مش غاثية الله ما مش غاثية من العبادة ذاك الناس إذ كنيو ذي بأن الله يوضح ذانيتنا. القرآن يوضح ذانيتنا بأن ذين المقارنة الدقة بين هذه الأمتين، كذلك ذين ممشي إن محمد صلى الله عليه وسلم بنا بعض العلماء في آخر الزمان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم شبها العلماء أن اليهود في الزمان عيسى عليه السلام، يعني استعمل الله محمد صلى الله عليه وسلم مش فقط ذانيتنا نغ القرآن ذي المعنى السلبي بأن شبها اليهود. ذي سورة الفاتحة انتقار اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني يا الله اهدين يا الله اهدينا الصراط ذي جاي استقامة ما يتعنى الصراط الاستقامة الصراط الإنسان إن مشينا الله يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني صبروا التزموا ذي الإيمان وذي المتقين على الطريق على سنة الرسول هي الصراط يعني صراط المحمدي صراط المستقيم صراط يكشى صراط الذين أنعمت عليهم يعني صراط دانيتنا يوضح الله صراط المنعمين ما يتعنى الصراط المنعمين صراط أن هؤلاء الناس قبل الرسول صلى الله عليه وسلم يكشف عند الله النعمة يوضح الله رأى أخرى خد سور خماس وخنبوة بين الذين أنعم الله عليهم نثني ذي النبيين صدقين شهداء والصالحين، يعني يا الله اهدينا خصيرات صراط صدقين شهداء وصراط الصلحاء حتى نكون بينهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مغضوب محمد صلى الله عليه وسلم يوضح بين المغضوبين ينات صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين هم النصارى. المغضوب وني خفدي ينزل الله سخط يعني ينزل تخص الله سخط غضب دقيقة وني خفت ينزل الله سخط وغضب في الدنيا قبل الآخرة بأن في الآخرة كل إنسان أديري تحت سخط غضب الله يوضح الله كلمة ذانتا يعني المغضوب عليهم اليهود الضالين هم النصارى. المغضوب أدكشغ في سبيل المعنى الولد أديري أك أبوه نغ الوالدين ويعصاثا وثنيتا بأن إما جاء يعصاثا إلى درجة بلا حدود أخس يغضب نغ سخط من أبيه ونتا نسمى ثنشين هؤلاء الناس خاسن سخط الوالدين ذي الدنيا كذلك ونغي عصان الله عز وجل مغضوب سخط خاس نغ غضب خاس غضب نغ ينزل الله عليه غضب ذي الدنيا قبل آخرة. ضالين أم الولد ترك الوالدين ويقيم إطاع الوالدين ولا علاقة بينهما بسبب هذا أثي عذب الله فقط في الآخرة. محمد ذي القرآن يوضح الله عز وجل منهم المغضوبين
دي سورة المائدة آية 79 إن الله عز وجل قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يعني يوضح الله ذانتنا الحق أضغ الآية يعني يوضح له قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء بسبب هذا سواء السبيل بسبب هذا الله ينزد خسن اللعنة يعني الذين يعني نثني أجي رفضا الأنبياء خصوصا ذنيتنا داود عليه السلام وعيسى عليه السلام حتى نزل الله غضب على بني إسرائيل. أول يعني أول لعنة نزلت الله على اليهود كانت اللعنة ذي زمن داود عليه السلام حتى وسند أصحاب بابل البابلونيين ودفنت ذي إسرائيل اليهود نثني جفت افترقوا ذي 12 ملة 12 أسباط 12 أسباط ب نغ هذه 12 قبيلة بسبب هذا وسند البابلونيين إيسنت منهم عشرة أسباء أذينغ أفضل إيسنت عشرة زيسن جيندين قبيلتين في بني في إسرائيل والعشرة بعضهم عقبنت غا إسرائيل وبعضه وكان أغلبية راح نغل فريق قيمة راح نغل هند أفغانستان أحفاد يعني حفيد من أحفاد بني إسرائيل اسمين أفغان حتى غنغلوخ أفغانستان يعني الدولة حفيد من أحفاد بني إسرائيل أفغان أنت باسم أن زي الاسم القبائل يعني حفيد من أحفاد بني إسرائيل يعني ذانتنا يوضح الله بأن إثنى في زمان داود بأن اليهود افارق إثنى ربي عشرة قبائل ذي الهند وإيران والأفغانستان وفي ذي كشمير بكل أماكن دين وقبيلتين ذي فلسطين نغذي إسرائيل دي اللعنة الثانية ذو سد الزمن من لسان عيسى بن مريم مسيحهم كذلك يسد إمبراطور الروم اسمين ستيتوس دخل ذي بني ذي إسرائيل يعني قتل يعني مئات ألوف زي اليهود وبسبب هذا يكس الدولة أخذ الدولة بني إسرائيل وترك اليهود بلا دولة ولا شيء حتى يوزعيثن الله ذي يعني انتشروا اليهود ذي العالم ذي الأرض بلا دولة ولا شيء. هذا اللعنة الثانية ذنتا يعني ذا التعبير من الله عز وجل هي حق في الحقيقة ذا النبوءة من الله عز وجل بأن في آخر الزمان في المستقبل مستقبل مسلمين هذه نفس الشيء مثل اليهود في الماضي خمغيني الله بأن غير المغضوب عليهم يعني يا المسلم يا يعني أهي المسلمين قا تبعم خطوات أن اليهود أن بني إسرائيل قبلكم حتى رفضوا عيسى عليه السلام
حتى كفروا عيسى عليه السلام، رفضوه كفروه واضطهدوه. يعني هذا اليهود من ذي الزمن الله يبعث مسيحا مهديا هو عيسى للأمة المساوية، اليهود رفضنت بأن الله ينا يا المسلمين قاتيرين ذي الحالة اليهود الذين رفضوا عيسى. كيف نشي المسلمين أنيري ذي الحالة أن اليهود الذين رفضوا عيسى حتى دغى يبعث الله بيننا شخص رجل مثل عيسى عليه السلام مسيحا لهذه الأمة، ونشي المسلمين رفضا أذيرين ذي الحالة اليهود. غضب الله عليهم المغضوبين بأن خمي غيرين المسلمين كاليهود كبني إسرائيل الذين رفضوا المسيح الذين رفضوا مسيحهم، كذلك أديسك الله يبعث بين المسلمين شخص مثل عيسى عليه السلام. يوضح الله بأن هناك نبوءة مغيني الله غير المغضوب عليهم، هي النبوءة بأن يكون الشخص للأمة المحمد صلى الله عليه وسلم مثل عيسى عليه السلام. واضح واضح، يوضح ربي منايا علينا إمسر من خميغا قار القرآن سورة الفاتحة 50 مرة. أنت قريت سورة الفاتحة ذانيتنا 50 مرة نغ أكثر كل اليوم، علينا أن نفهم من انتقار ذي القرآن. إن اليهود مجاننا نشين يعني في سبيل المثال غير المغضوب عليهم، يعني نشين في المستقبل مستحيل أنيري على الطريق اليهود الذين رفضوا الأنبياء أو أنبياءهم، أقول خصوصا هنا مسيح عيسى مسيحهم عيسى عليه السلام. يعني فقط اعتبار ذنيتنا بأن المسلمين واتبعن بالطريقة اليهود ذنيتنا ما جاء إمسر من دائما هذه الصراط المستقيم. لماذا؟ يعني علمنا الله ها يعني الدعاء، هذا الدعاء انتقار. لماذا الله علمنا سورة الفاتحة، علمنا الدعاء غير المغضوب عليهم؟ نتث سنة لميمي ربي يملانا الدعاء. ميمي الله علمنا هذا الدعاء إن الشي نبدأ نقيم خسيرات المستقيم. أنت سنة أن الله عز وجل بأن لما يحذر المسلمين أن لا يعتدوا أو لا في سبيل المثال لا يشربوا الخمر، بأن دائما أتيري ذين الفئة تعتد أتسو شرب الخمر. بسبب هذا الله إن ذي التوراة لليهود لا تحرفوا أي شيء ذي التوراة، بأن يكون فئة من اليهود من بني إسرائيل سوف يحرفون القرآن. هذا ما حصل، بعضهم بدأوا يحرف أستغفر الله بكلمة يحرفون التوراة بأن مش أعوذ بالله القرآن يحرفون هنا التوراة بأن هناك فئة من بني إسرائيل بدأن ذي تزوير ويحرفون بعض الأشياء ذي التوراة، ذي الحقائق ذي التوراة، ولكن بدأوا يحرفون بعض الأشياء ولو فيها كثير من الحقائق باقية فيها. ذنيتنا وسبحان الله القرآن الله هو نغيني
لا تحرف أي شيء للقرآن، لا تحرف القرآن هذا. لماذا؟ بأن الله يوضح دي سورة الحجر دي آية 10، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بأن مستحيل الله ونغيني قد تحققت حرف نقت لا تحرف القرآن في الوسط وانختيني. لماذا؟ بأن ذي وعد من الله وعهد من الله هنيني بأن الله هذا يحفظ القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا حاجة أنغيني الله لا تحرف للقرآن وهذا. إياكم يا المسلمون لا تحرف القرآن وهذه الكلمات مثل يعني الجمل مثل هذا وانختيني الله. وحفظ القرآن واضح، حفظ يعني القرآن خارج وداخل القرآن، يعني خارج القرآن ما مقارنش يعني الله هذا يحفظ القرآن، يعني هذا يحفظ القرآن بأن صور القرآن كتاب ككتاب، كذلك داخل القرآن يعني الله هذا يحفظ معاني القرآن، الله هذا يحفظ التفسير الحقيقي للقرآن، الله هذا يحفظ روح القرآن. دائما نذيرين دين المصلحين يحفظ القرآن، معنى يحفظ القرآن يحافظ على القرآن، يحافظ على القرآن يعني طبقا يطبق كل مادس القرآن، بأن لا حاجة الله هذا يحفظ القرآن، الله هذا يحفظ القرآن كالكتاب، ولكن الله هو يحفظ بالمعنى والمعاني والتفسير. روخ أضغاحه الآن غا تلخيص مين النير ذي الحلقات الماضية ذين الحديث في مسند أحمد بن حنبل، إن محمد صلى الله عليه وسلم يسير الله محمد صلى الله عليه وسلم خل مستقبل أمته. قال رسول صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. بأن ذي النبوءة منين محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنا أولا أتكون نبوة فيكم ما شاء الله أولا، ثانيا إن محمد صلى الله عليه وسلم ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، بين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من بعد أتيري خلافة من خلائنا محمد صلى الله عليه وسلم، إن أتيري خلافة على منهاج النبوة. هذا يوضح الله بأن محمد صلى الله عليه وسلم بعد محمد صلى الله عليه وسلم إن الخلافة الراشدة، الخلافة الراشدة يعني خلافة خلفاء الراشدين لأن أبو بكر عمر عثمان وعلي رضي الله عنهم. بعد ذلك ماذا حصل؟ إن محمد صلى الله عليه وسلم سوف يرفعها الله، ثم تكون ملكا عاضا كذلك، إن بعد ذلك إن تكون ملكا جبريا، بأن بعد محمد صلى الله بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه خلافة الراشدة من غيرين إن الله تري خلافة جبرية، خلافة أتيري مثل المملكة،
أو في الماضي أنني مثل إمبراطورية الروم، إمبراطورية الروم، الخليفة ديري مثل إمبراطور، لا علاقته ذي الدين بالمعنى بأن وجه تعيين مش من الله. الخلفاء بعد الخلافة الراشدة ما ذني الخلافة مش التعيين ذني تنا من الله عز وجل، يعني فقط الخلافة الدنيوية مثل إمبراطورية الروم. بين أذيرين دي المكان الملوك، وخصوصا إن محمد صلى الله عليه وسلم جبرية مثل الدكتاتوريين. أنكش المعنى بدأ بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خلف الراشد أبو بكر عمر عثمان وعلي رضي الله عنه، تبدأ الخلافة الأموية. كذلك بعد الأمويين وسد العباسيين، بعد العباسيين اسكد الله مماليك، وبعد اسكد الله العثمانيين. بأن ما ينخص غادي نغداني تانا الخلافة بعد خلفاء الراشدين، الخلافة ليس تعيين مش تعيين من الله، الخلافة الدنيوية مادية أذيرين في الصف في الشكل ديكتاتوريين جبرية إن محمد صلى الله عليه وسلم داني تانا جبرية وعاضة كإن شاء الله ذي الحلقة مقبلة إن شاء الله أذير استمرار ذاني تنا على الخلافة أنسي ورخمانا يد وضحق من بعد خوافة عيسى ابن مريم إن شاء الله أتسي ورخ بعد على مواضع أخرى. جزاك الله، إلى حلقة أخرى إن شاء الله، إلى الحلقة المقبلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.